ايه الاخبار يا عم يعني؟ انا موجود دلوقتي في مطار فيينا لتاني مره. اخر مره كنت موجود في مطار فيينا الكلام ده كان في شهر 10، كنت مسافر على فلسطين. طبعا رحله ما تتعوضش. اتمنى ان شاء الله ان انا اكرر الرحله دي مره تاني، وان شاء الله هكررها. بس النهارده بلد مختلفه وبلد جديده. النهارده ان شاء الله هطلع على السعوديه، وخصوصا الرياض، بما ان ده نهائي الكاس بين الاهلي والزمالك، فطبعا ده حدث ما يتفوتش. فهنصور الاجواء واحضر لاول مره تقريبا احضر نهائي كاس بين الاهلي والزمالك من قلب الاستاد. بما ان انا مسافر على ويز اير كالعاده، وممنوع انك تاخد اي برفانات او اي حاجه، فقبل ما نطلع على الطياره خلينا نجرب هوجو بوس ب 135 يورو. بعد ما جربنا هوجو بوس ببلاش في الديوتي فري، فدلوقتي ممكن نطلع على الطياره عادي جدا. انا وصلت مكان دلوقتي فيه تجمع مصريين، ومن هنا هنطلع كلنا على الاستاد. طبعا يعني الواحد اعصابه مش قادر، يعني انا تقريبا دي اول نهائي اهلي وزمالك احضره، فربنا يستر ربنا يستر ان الماتش هيبقى صعب. مين هيكسب النهارده؟ مين هيكسب النهارده؟ اهلاوي. انت لابس الاثنين؟ الزمالك. مين هيكسب النهارده؟ الزمالك طبعا. كام كام؟ ثم عشان اهلاويه كلهم. كام كام؟ يعني مين هيكسب النهارده؟ 2-1 والله الاهلي طبعا. كام؟ ان شاء الله يعني 3 ان شاء الله، مش هخش في الاجوان. 3 باذن الله. كام؟ ان شاء الله 4-1 للاهلي. 4-1 يا جدعان. لا 3 ان شاء الله. 2-1 للزمالك. 2-1 للزمالك. انا كمان بقى ليه؟ انا لابس بس كده عشان هم اكبروني. طيب اقلع. مش فاهم انت لابس اهلي وزمالك على بعض. اقلع يا عم. مين توقعاتك مين اللي هيكسب النهارده؟ ازيك يا ابو حميد؟ على فكره الراجل ده عارفك كويس. عارفك من قبل ما تيجي. طب توقعاتك الماتش النهارده؟ لا ان شاء الله النهارده 2-0 للاهلي ان شاء الله. حفله للاهلي. حفله للاهلي؟ حفله للاهلي ان شاء الله. 2-0. 2-0 للاهلي برضه. 2-1 عشان خاطر الزمالك. ربنا يخليك والله. توقعاتهم الماتش ان شاء الله فوز النادي الاهلي الكبير زعيم افريقيا والوطن العربي كله. كام كام يعني؟ وبوجود عم صالح وشه حلو علينا ان شاء الله. تمام؟ هنفوز ان شاء الله 3-1 على الزمالك. مين اللي هيجيب الاجوان؟ ان شاء الله حسين الشحات واحد، ان شاء الله موديست اللي احنا مش متفائلين بيه خالص هيجيب جون، هيجيب جون، هيبقى كده 2، واحتمال كبير قفشه ينزل يدينا القضيه تاني. ده توقعاتك ايه؟ اكيد ان شاء الله. طب توقعاتك كده على 2-0 للاهلي ان شاء الله. تمام. هنشوف الكلام ده بعد الماتش. لا لا احنا يلا يا وزير. زعل ايه؟ وصلت دلوقتي عند الاستاد. طبعا زحمه غير طبيعيه، وفي مشكله ان هم مانعين دخول الكاميرات، فانا مش عارف اذا كنت عارف اخش بالكاميرا ولا لا. فده احنا بنحاول نعرفه دلوقتي، اذا كنت عارف اخش بالكاميرا ولا كام التصوير جوه بالموبايل. انا مش عارف ليه حاسس ان جماهير الاهلي اكتر من جماهير الزمالك. يعني انا المنظر العام كله احمر في كل حته، مفيش شتات بيضه كتير. بس اتمنى ان شاء الله لما اخش درجات الزمالك يكون في اعداد كبيره، بس ده هنكتشفه بعد ما نخش جوه ان شاء الله. ربنا يستر ربنا يستر. انت تدخل بالكاميرا بمعجزه. المفروض كان ممنوع دخول الكاميرات، يعني المفروض يفتش تفتيش تفتيش، المفروض اي كاميرا ان ممنوع اي كاميرا تدخل. بس طبعا على مين؟ انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اخش من غير الكاميرا يعني. فالحمد لله عرفت اخش بالكاميرا، ونحاول نصور الاجواء اللي هتحصل كلها النهارده. هي الاجواء طبعا عالميه. في مشكله في البانر بتاع جمهور الاهلي والزمالك، ان هم سحبوا منهم بره قبل ما يدخلوا، بس جمهور الزمالك دلوقتي عارف يدخل البانر بتاعه، وجمهور الاهلي حتى قال لا. طبعا جمهور الاهلي هناك متضايق، فده اللي هنشوفه لحد دلوقتي اذا كان الاهلي هيعرف يدخل البانر بتاعه ولا لا. بس الزمالك المفروض هيرفع البانر دلوقتي. ربنا يستر ربنا يستر.
الطريقه لحد دلوقتي 39. احسن حاجه في الماتش الجمهور للفريقين والاستاد. الماتش حتى الان مش على المستوى حتى الان. فرص غريبه، فرص غريبه بتضيع من الزمالك، فرص غريبه. الحمد لله اي كلام. الشوط الاول خلص يعني شوط تحت متوسط تقريبا، الزمالك مضيع كام كوره ده شوط تحت متوسط. اتمنى بقى ان شاء الله الشوط الثاني الزمالك عوض، بس زيزو تقريبا مش هيكمل، تقريبا شيك هينزل معاه الشوط الثاني. ربنا يستر. الشوط الثاني دلوقتي بيبتدي وشيك لسه نازل، وخدها مني كده بضمان حسام عبده ان شاء الله شيك هيحط جون او هيعمل جون بنسبه كبيره ان شاء الله، وهيكون سبب من اسباب الفوز. حرام الفرص الزمالك بيضيعها، حرام حرام. يلا يا شيك هات هات حرام على امك. سايد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسايد الحمد لله وسايد. دلوقتي بيشوفوا على الفار، شوف اذا كان الكوره جون ولا اوفسايد. جون اوفسايد دقيقه 85 86. غير مستحقة كالعادة، حاجة يعني حاجة يعني. الزمالك الشوط الأول مضيع ثلاث أجوان تقريبا. أنت 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 ماسك كورة، لازم تستغل الوضع، لازم تترجم الكلام. عندنا مهاجم اسمه سيد الدين الجزيري ده يروح ده يروح ده يروح على تونس، ده كفاية عليك. وناصر وناصر منسي كل كورة بيستلم فاهم، بيستلم ويلف يستلم ويلف. يا حبيبي ما تحط في الجول. عايزين يلا الواحد جه من الآخر الدنيا عشان يتفرج على الماتش، بس مش خسارة مش خسارة بالظبط. لا هو فاهم، هي الكورة سكريبتد، هو معروفة هتلعب، إمام عاشور هيقوم جايب جول، خلاص شكرا سكريبتد. شكرا لمهاجمين الزمالك.